لن تنجح وأنت بعيد، لن تنجح وأنت بعيد. اقترب، اقترب أكثر من طلابك. كلما كنت قريبا منهم كلما كان ذلك سببا في نجاحك في تعليمك إياهم. هؤلاء الطلاب يحتاجون منك القرب. كيف أكون غريبا من طلابي؟ أشاركهم الاهتمام، أتواضع في التعامل معهم، أحمل همهم، أعيش معهم، أعيش تفاصيل حياتهم، أفكر بما يفكرون فيه، لا أفكر بنفسي فحسب، بل أفكر فيهم. أعني بذلك أنني في أثناء تعليمي إياهم لا أفكر فقط في كمعلم، بل أفكر في هذا الطالب الآن ماذا ينتظر مني، أفكر في هذا الطالب لما كنت طالبا مثله ماذا كنت أحب من معلمي. كلما كنت قريبا من طلابك شاركتهم اهتماماتهم، حملت همهم، دعوت الله عز وجل لهم، كلما كان ذلك سببا في نجاحك في تعليمك إياهم.